بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن أهمية أي موضوع إنما تؤخذ من مكانته ومقامه في الكتاب والسنة وحاجة الناس إليه. فيا ترى ما هي التربية؟ وما هو منهجها؟ وما هو سلوك المربي والعامل في هذا المجال؟ التربية تطلق على معان عدة، وهي في الاصطلاح الشرعي أو في مراد الله سبحانه وتعالى هي منطبقة أو مندرجة تحت جميع هذه المعاني اللغوية، فهي تطلق ويراد بها الزيادة، كما قال الحق تبارك وتعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وتطلق ويراد بها النشأة والترعرع، ومن ذلك قول ابن الأعرابي: فمن يك سائلا عني فإني بمكة نشأتي مسكني وبها ربيت. وتطلق ويراد بها الإصلاح وتتبع الشيء حالا بعد حال، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فهؤلاء الربانيون يعلمون الناس الدين وينقلونهم من حال إلى حال ويصلحون أوضاعهم. وإذا تأملت إلى التربية في هذا الدين فهي مشتملة أو مندرجة تحت هذه المعاني اللغوية. التربية إخوتي الأحبة هي واجبنا جميعا، وهي منهج كل إنسان. فالعالم مربي، والمدرس مربي، والواعظ مربي، والوالد مربي، والمحتسب مربي. إذن جميع طبقات المجتمع، جميع الحضور، جميع السامعين هم من المربين. أقول التربية نعرف مقامها ومكانتها إذا عرفنا مقدار الحاجة إليها ومقدار ما نفقده إذا فقدنا هذه التربية. وقد قال الشاعر: سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. وهكذا التربية، فعند غيابها يفشو الكبر والعجب والغرور والإدلال، فيتولد عن ذلك أنفة لا يقرها الله ورسوله، وهي ما يسمى بكراهية النصيحة والنقد. من كان عنده كبر وهوى وغرور وإدلال فأنى له أن يقبل النصيحة. عند ذلك
تسكت الحاشية عن حاكمها، ويسكت الحاكم عن شعبه وعن رعيته. عند ذلك يسكت الطالب عن مدرسه، ويسكت الأب عن أولاده، والأولاد عن أبيهم، فيشيع في الناس ويتعود الناس على خلق قبيح هو المجاملة والمداهنة. سكوت وعدم نصيحة. فإذا وصل المجتمع إلى هذه الحال فلنعرف حاجتنا إلى التربية. عند غياب التربية يحصل التمرد والفراغ والمشاكل الاجتماعية والنفسية. ورغم كثرة الدراسات النفسية والدراسات التربوية والدراسات الاجتماعية وأحكام المحاكم وإجراءات دور الإصلاح، مع ذلك بقي الشباب في ضياع، وبقي الناس في بعد، فلا يفلح معهم بعد ذلك إلا التربية. أما الإجراءات الظاهرة فهي إجراءات في شريعة الله، إجراءات تكميلية. فنحن لا نأتي إلى مجتمع نربيه بالإعلام الفاسد والإعلام المنحرف، ونربيه بمناهج التعليم المنحرفة، ثم نأتي ونقول لماذا أجرم المجرم، ثم يكثر قطع الرقاب وقطع الأيدي والجلد في الأسواق، ثم ننظر إلى المجتمع ونراه لا يتغير في حاله شيء، بل ينطلق من طور إلى طور في الفساد والانحدار. العقوبات هي أشياء تكميلية، والأساس هو هذه التربية. عند غياب التربية تتفشى الأثرة والحقد وانعدام الثقة، فينتج عن ذلك انهيار المجتمع. عند غياب التربية يكثر الظلم والمحسوبيات وركوب بعض الناس على ظهور بعض. عند غياب التربية تنعدم العزة التي يربيها هذا الدين. عزة الإسلام وأنفة الدين، فيصير الركوع للأمم الأخرى هو غاية الاستقلال والرقي، ويغدو ترك تربية هذه الأمة وإعدادها في كل مجال وفي كل ناحية هو عين العقل والحكمة، فتغرق الأمة في مستنقع آس من الذل والهوان. إذن الحاجة إلى التربية هي حاجة الجسد إلى الروح، وحاجة النبات والأحياء إلى الماء، وحاجة من في الظلام إلى النور. قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. الدين، التربية، التوجيه روح. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فإذا توفرت هذه الأمور وتحققت، عاد للمجتمع ما كان للأمة في رعيلها الأول وصدرها السابق. هدفها طاعة الله ورضوانه، والنجاة من عذابه، ودخول جناته. مصادرها الكتاب والسنة، ميدانها والذي تعالجه النفس في خلجاتها
النفس في عباداتها، النفس في إيمانياتها، تعالج العقل، تهذبه وتعده لنفع الناس في الدين والدنيا. ومن ميادينها الجسد، الجسد السليم، الصحة العافية. ويجب أن يعرف كل مرب قبل أن ينظر في مناهج التربية أن يعلم أنه في الوضع الحاضر في مجتمع تتلاطم فيه الفتن من كل جانب، في مجتمع أصبح العالم من أقصاه إلى أقصاه كالقرية الواحدة، وسائل الاتصال السلكي واللاسلكي، الأقمار الصناعية، الأشرطة، الإذاعات، الصحف، المجلات. منذ وقت قريب كان الناس يتعاملون بما يسمى بالخط. تعرفون ما هو الخط؟ الرسالة على اللغة العامة. وكان الناس فيما بين القرية والقرية الواحدة لا يتجاوز بضع كيلومترات يرسل خط للسؤال عن الأخبار والسؤال عن الصحة. أصحاب هؤلاء القرية لا يدرون عن القرية المجاورة، أما الآن فلا. أصبح الغزو غزو ماكر، وأصبح العالم ليس كأنه في قرية، بل في حي، بل في بيت، بل في نفسك وبين جوانحك. تخرج إلى الشارع وإلى البقالات تجد أنواع المجلات الداعية إلى الفسق والفجور. تدخل إلى بيتك تجد أشكالاً من أجهزة الفساد كالتلفاز والفيديو تبث نوعاً من هذا الفساد. تقرأ الصحف فتجدها كذلك، وأنت تعيش في هذا المجتمع وبين أرجائه. فليعرف كل مرب أن مهمته مهمة صعبة، وأن وضعه وضع عسير. لا أقول هذا تخذيلا، ولا أقوله إرجافا، وإنما أقول بعدت الشقة فأعد الزاد. ولنكونن كحال مسافر قيل له إن سفرك قصير، فلم يعد العدة ولم يجهز الجهاز، فإذا به ينقطع في منتصف الطريق. وهكذا، وسيأتي في آخر هذه الكلمة عواصف أمام سفينة المربي، سيأتي الكلام على تهاوي الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى والمربين في منتصف الطريق بسبب عدم إعداد المؤونة الكافية لهذا السفر الشاق المضني. لذلك ألج في منهجها ووسائلها. الوسيلة الأولى الجماعية في التربية، الجماعية في التربية. قال الحق تبارك وتعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. له أصحاب، ليس وحده. هذا هو الجليس الصالح الذي يعينك على هذا الطريق. الجماعة، المجموعة، الأسرة، أيا كانت، في أي بقعة كانت، إذا كانت على منهج الله ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم. الجماعة، يقول المربون والتربويون والنفسيون أن لها أثرا بالغا في تهذيب النفس وإعداد السلوك إعدادا قويما حتى عند غير المسلمين.
فالإنسان ينصهر في المجتمع، ينصهر في آلامه، ينصهر في آماله. فالإنسان يحتاج في هذه التربية إلى وسيلة مهمة هي المجموعة، الجليس الصالح. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي في سننه وابن أبي عاصم في السنة بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. وقد قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه محمد رسول الله: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ما قال محمد وحده، بل معه من يعينه على هذا الدرب ويساعده على هذا الطريق. وقال الله سبحانه وتعالى في شأن نبيه وخليله إبراهيم عليه السلام: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. وقال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. البصيرة هل تتخلف يا إخوة عن الفرد؟ لا، ممكن يكون الفرد أيضا ذو بصيرة، ولكن مع ذلك جاءت الحاجة إلى الانضمام إلى المجموعة، جاءت الحاجة إلى الجليس الصالح الذي يعينك على هذا الدرب ويحفظ لك هذا الطريق. وقد قال تعالى أيضا في موضع آخر في سورة آل عمران: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. إذن فالجليس والجماعة والمجتمع الصالح هو العاصم بإذن الله سبحانه وتعالى من كل فتنة، وهو المعين بحول الله على كل تربية. اثنين، القدوة الصالحة. إخوتي الأحبة، تعلمون أن الإنسان قد فطر وأعد إعدادا نفسيا على إكمال قناعاته النظرية بالمشاهد المحسوس. الإنسان يكون عنده قناعات نظرية، ولكن متى تكون قوتها ومتى يكون تأثيرها؟ إذا طبقت تطبيقا عمليا. فكلام المربي مهما كان مؤثرا مهما كان موحيا فإنه لا تأثير له إذا لم يكن هذا المربي قدوة لمن يدعوه، لمن يدعوهم ولمن يربيه. وقد قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى على لسان شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. ونعلم أن كثيرا من القناعات لم يمكن تحويلها رغم القوارع النظرية إلا بالمشاهد المحسوس، وأمثلة ذلك كثيرة، منها حين حرم الإسلام، حين حرمت الجاهلية في أعرافها قبل الإسلام، حرمت الزواج بزوجة المتبنى. كانوا في الجاهلية يتبنون الإنسان، يكون ابن شخص يتبنى شخص فيكون ابنا له ولو لم يكن من صلبه. فإذا تزوج هذا المتبنى امرأة ثم طلقها فإنه لا يحل للمتبني أن يتزوج هذه المرأة. فحرم الإسلام التبني، وحرم الآثار المترتبة عليه كهذا الأثر، ومع ذلك الناس فيهم تردد وعكوم، فاحتاجوا إلى القدوة. قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لأي غرض؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج
في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فهنا تشريع وهنا مقام توجيه ومقام تربية، ولكن الناس ما اقتنعوا. فكذلك يا إخوة، الناس في الوقت الحاضر يقتنعون ببعض الأشياء النظرية، ولكنهم لا يقتنعون بمثل التطبيق. يعني أقول مثال وقد خطر في بالي الآن ولا تؤاخذوني عليه، يعني مثال من أمثلة العبادات. يعني مثلا بعض الناس على قناعة تامة من أن القنوت في رمضان أنه سنة، وأن القليل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا القنوت. ولا أدل على ذلك من أمرين: أنه لم يروه إلا الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الأمر الثاني إنكار ابن عمر رضي الله تعالى عنهما للقنوت في الوتر مع حرصه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، دل ذلك بمجموع على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم على القنوت. الناس يقتنعون بهذا تماما نظريا، ولكن بمجرد ما يأتي الإمام ويترك القنوت نصف الشهر في أيام متفرقة، فإذا بهم يخرجون ويقول الإمام الله يهديه ما قنت، هذا شهر فضيل وهذا شهر طيب، وكيف فعل وكيف ترك. لكن لو كان هذا الترك من موضع القدوة، من العلماء، من الموجهين، بل إن كثيرا من العامة إذا أردت أن تعلمه هذه السنة قال لك: يا أخي الحرم لا يترك القنوت طوال أيام الشهر. إذن عقيدة القدوة عقيدة مفطور عليها الإنسان صغيرا كان أو كبيرا. هذا في التروك، فما بالك بالأفعال؟ أقول: فما بالك بالأفعال؟ الإنسان يقول القول ثم لا يطبق، ولكنه إذا طبق كان مشاهدا وواقعا محسوسا تبعه الناس عليه. المثال الثاني: النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين أمر الصحابة بالإفطار في رمضان في السفر ما رضوا، ما أفطر أحد، ولكن حين أفطر النبي صلى الله عليه وسلم أفطر القوم كلهم. وهذا مما يؤيد هذا المقام. لذلك وجب على المربي أن يكون قدوة لمن يربيهم. وقد جاء خطر التخلف، تخلف القول عن العمل، في حديث أسامة الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى برجل من أهل النار فتندلق أقتابه، فيدور عليها أقتابه يعني مصرانه وجوفه، فيدور عليها كما يدور الحمار في الرحى. مشهد بشع، مشهد شنيع. قال: فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: ألست فلان الذي كان يأمرنا بالمعروف وينهانا عن المنكر؟ قال: بلى، ولكنني كنتم آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. القدوة مهمة لتكميل التربية، ومهمة لحفظ الإنسان في الدنيا والآخرة. ثالثا: القصص. قال الحق تبارك وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال تعالى بعد أن ذكر قصص الأمم المكذبة في سورة هود: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقال تعالى في سورة الأعراف: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. القصة فيها جوانب تشويق، الإنسان إذا كان يربي يتحدث في مجلس، في موعظة، في أسرته، بين إخوانه، بين طلابه،
ثم قال: في يوم من الأيام انشدت النفوس، حدث في شهر كذا وكذا، تهيأت القلوب، لأنها قصة فيها أحياء وفيها أحداث. خرج وذهب فقال وقيل له، والإنسان يترقب وينشد لمعرفة نهاية القصة، وهو ما يسمى بالعقدة، تتبع العقدة التي لأجلها ساق المربي وساق الواعظ وساق الخطيب وساق المدرس هذه القصة، فيتنقل بين أرجائها ويتربى بما فيها من المعاني التي يريد المربي أن يوصلها إلى من يدعوهم إلى هذا الطريق. والقصص أنواع، وعلى رأسها سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قصص الأنبياء، ثم تراجم الصحابة، ثم أخبار الصالحين، ثم قصص الأمم المكذبة، وقصص عواقب المعصية وعواقب الذنوب. وهذه القصص قد ملئت بكتاب الله سبحانه وتعالى، وملئت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنتخذها طريقا ومنهجا وتربية لإيصال الموعظة إلى الناس. وفي هذا المقام أحذر من أن نربي الناس على قصص فيها نوع مبالغة، على قصص يكون مدار التأثير كله على هذه القصة، ونعود الناس على بعض هذه الأحداث لتكون هي التربية فقط، وننسى كتاب الله، وننسى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك أنكر العلماء قديما وحديثا على القصاص الذين لا غرض لهم إلا القصص، يأتون إلى أخبار بني إسرائيل وفيها من العجائب والغرائب ما الله تعالى به عليم، عجائب وغرائب. واقرأوا بعض كتب التفسير حتى تروا هذه العجائب وهذه الغرائب. ثم تأتي إلى العجائب والغرائب في الوقت الحاضر، ونربي الناس على هذه القصص فقط دون أن يكون هناك مناهج متكاملة في التربية، في الإعداد الإيماني، إعداد الخوف من الله سبحانه وتعالى عن طريق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والقصص القرآني والقصص النبوي. ثم بعد ذلك نربيهم بما تيسر من القصص. أما غرائب بني إسرائيل وغرائب القصص الحاضرة التي تجعل المتربي يربط نتائج التربية على هذه القصة، وأعطيكم على ذلك مثالا. في أحد الأشرطة زرت قريبا لي فحدثني عن قصة الشاب الذي وقع له أمر عجيب عند دفنه مع الثعبان، وكيف تابعه الثعبان من قبر إلى قبر حتى أمسك به أخيرا وكسر أضلاعه. وقص لي القصة فأشرت إليه وقال: إن ابني تأثر بهذه القصة، وأنه أخذ يصلي اليوم رابع، يصلي الفجر، لأن لما سئل والد هذا الشخص صاحب القبر عن السر قال: والله ابني في كل شيء طيب إلا أنه لا يصلي، ابني في كل شيء طيب إلا أنه لا يصلي. فتأثر ابن صاحبي بهذه القصة فحافظ على أداء الصلاة المكتوب. فقلت له: يا أخي، هل ربيته بأشياء أخرى؟ هل ربيته على الخوف من الله سبحانه وتعالى؟ هل ربيته على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أم أنه يدور على هذه القصة فإذا نسيها ذهبت؟ قال: نعم، لكن أرجوك رجاء خاص يا أخي أنك ما تكلم ولدي عن هذه القصة. لماذا؟ لأن الولد إذا علم من هذه القصة مثلا، يعني قد يكون عليها مدار بحث أو مدار نقاش عن كيفيتها وعن من رواها، يقول إن هذا الولد قد يعود إلى ترك الصلاة. قلت له: إذن انظر إلى عاقبة التربية على بعض هذه الغرائب وهذه العجائب التي تؤثر على الناس زمن يسيرا
فإذا بهم يتركون طاعة الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله سبحانه وتعالى في شأن من يطلب الغرائب ويطلب الآيات ويطلب العجائب، قال: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أن أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم؟ هل نربط الناس بهذه الغرائب وهذه العجائب فقط؟ أم نقول يكفينا كتاب الله وما جاء فيه من القصص وما جاء في سنته من القصص وما جاء في الوقت الحاضر من القصص الموافقة للمنهج الرباني ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم بلى. فحتى لا يرتبط الناس إلا بكتاب الله وإلا بمحبة الله وإلا بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنني أقترح وأقول أقترح، لأنني لا أرى عيبا في نقل مثل هذه القصص إذا تأكدنا من وقوعها تماما، ولكن أقترح ألا نكثر منها حتى نربط الناس بالأساس الأول، وأن نجعل القصص إنما هي طريق ووسيلة للوصول إلى هذا الأساس. رابعا العبادة. رابعا من وسائل التربية العبادة، والعبادة تحتاج إلى ندوات ومحاضرات، ولكن ننبه إلى أن هذه العبادات تعين الإنسان على كثير من مهمات التربية: الامتثال والطاعة لله سبحانه وتعالى، تهذيب السلوك والأخلاق، الحفاظ على المواعيد الجماعية، سواء كان عن طريق الصلوات المكتوبة، سواء كان عن طريق الحج، سواء كان عن طريق الزكاة، على أي نوع من أنواع العبادات، كلها فيها تربية وإعداد للنفس للوصول إلى غايات وأهداف هذه التربية. قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. خامسا من أساليب التربية مراعاة الأسلوب في الخطاب والوعظ. أنا أقول خطاب لأننا قد نتحدث مع أناس على شكل فردي، حتى لا يظن الإنسان أن هذه المسائل مخاطب بها الواعظ والخطيب والمحاضر، لا، إذن لابد أن نراعي الأسلوب في الخطاب والوعظ. ويندرج تحت مراعاة الأسلوب نقاط عدة. الأولى اللغة، أن تتكلم بلغة من تخاطبه، سواء كانت اللغة لغات الأمم المتفرقة أو كانت أيضا باللهجات، فتراعي من يفهم كلامك ويتيقن حديثك. اثنين في مراعاة الأسلوب في الخطاب والوعظ الحرارة والعاطفة. والحرارة والعاطفة ليست الحرارة والعاطفة المتكلفة، الحرارة والعاطفة الناتجة عن تربية الداعي والمربي لنفسه تربية صحيحة، يتفاعل ويتعاطف، وتأتيه هذه العاطفة وهذه الحرارة أثناء الإلقاء مما يعينه على القبول. ثلاثة عدم إثارة عواطف الإباء واللجاجة عند الناس، مثلا الإقليميات، الحزازات الإقليمية، الحزازات العرقية، الحزازات العاطفية. فالعالم الإسلامي الآن جاء الاستعمار وقسمه إلى أجزاء، وصارت هذه دولة وتلك دولة وهذا شعب وهذا شعب. فليحذر الداعي إلى الله سبحانه وتعالى أن يراعي أولا مبدأ العالمية، العالمية في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أن يراعي مبدأ أن الناس كلهم شعوب صالحة، وأن الشعوب الصالحة وأن كل شعب صالح فيه أقوام صالحون، وأن التعميمات في الأحكام على الأقاليم وعلى العادات وعلى الأعراف وعلى الطبقات وعلى أصناف الناس مما يثير الإباء واللجاجة في نفس السامع ونفس المتربي، فلا يستمع إلى حديثك. ما تأتي إلى طبقات المجتمع، الطبقات العرقية والطبقات القبلية، ثم تجعلها مجال
ولا تأتي إلى الإقليميات ثم تجعلها مجال، ولا تأتي إلى الأعراف والتقاليد ثم تجعلها مجال، إلا إذا كان المجال مجال إنكار، أعني في الأعراف مجال إنكار على عرف يخالف الشرع، على عرف وتقليد يخالف هذا الدين، فهذا من النهي ويجب أن ننهى عنه ويجب أن ننكره. رابعا، في مراعاة الأسلوب في الخطاب والوعظ عدم الإطالة. خامسا، استثارة المستمع بتنويع الحديث. سادسا، الحرص على النقاط المتفق عليها وعدم المصادمة عند العرض. يعني إذا كان عندك حديث ونقاش سواء فردي أو جماعي، احرص على الجوانب، جوانب الموضوع التي تتفق فيها مع السامع، ثم بعد ذلك تدرج معه قليلا قليلا حتى تصل إلى المسائل المختلف فيها، حتى لا تصدمه. فإذا صدمته للوهلة الأولى بما تخالفه فيه فإنه لا يتقبل منك. سابعا، مراعاة حال المخاطب. فكلامك مع المدرس غير كلامك مع الطالب الزميل، وكلامك مع السوقة ومع رجل الشارع غير كلامك مع رئيس الدائرة والمسؤول، وكلامك مع هذا وطريقة إلقائك مع هذا غير طريقتك مع ذاك. وقد قال الله سبحانه وتعالى في شأن فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا في أول الأمر، لعله يتذكر أو يخشى. قال بعض المفسرين والله أعلم به، قال: قولا له يا أبا مرة. أنا لا أريد أن أقول أن هذا تفسير للآية، لا، لكن أريد أن أقول أن المفسرين راعوا مبدأ طريقة الخطاب، الكنية، أن تكني الشخص بكنيته مراعاة لوضعه وحاله حتى يتقبل منك. وكم من داع إلى الله، وكم من خطيب، وكم من متكلم، وكم من ناصح لم يراعي هذه الأساليب ولم يراعي هذه الطرق، فأورث ذلك منه النفور وعدم القبول. ثامنا، ألا يكون المخاطب منشغلا بأمر آخر. قال ابن عباس لتلميذه، ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لتلميذه، قال: حدث الناس كل جمعة، فإن أبيت فاثنتين، فإن أكثرت فثلاثا، وإياك أن تأتي الناس وهم في حديث من حديث ثم تقطع عليهم حديثهم وتقول: حدثهم بما ينفعهم. تأتي إلى مجتمع للناس، مجتمع أسري، مجتمع في حي من الأحياء، في من الأحاديث المباحة ما فيه، ثم تأتي تقحم التوجيه إقحاما. ماذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما؟ قال: فإن خلا لك الجو فتكلم وهم يشتهونه، وإلا فدع. وهم يشتهونه، فإذا جاء التعليق وجاءت حادثة وجاء حدث وجاءت مناسبة ثم أدخلت التوجيه الرباني والتوجيه النبوي في أثناء الحديث في مجالس العامة، كان لهم من التأثير أضعاف أضعاف ما لو قلت: إن الحمد لله نحمده ونستعين، ثم بدأت في الموعظة وجعلت القضية قضية رسمية وموعظة ودرس. هذا متى؟ في مجالس العامة، في المجالس التي ليست مجالس علم ولا مجالس طلاب علم، ولكل أمر حال. تاسعا، اغتنام كل فرصة، اغتنام كل فرصة أثناء إلقاء الخطاب. وقد قال الله سبحانه وتعالى عن يوسف عليه السلام حين قال: ودخل معه السجن فتيان، وحين احتاج إليه جاءت الفرصة للتوجيه، وحينما طلب من يوسف عليه السلام أن يعبر لهم الرؤيا استغل هذه الفرصة وهذا الحدث وهذا السؤال وهذا الإشكال، فقال: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. معاني إيمانية، معاني في أساس العقيدة للتأثير على الناس، والحرص على استغلال الأحداث عند الكلام مع المخاطب. سادسا، من أساليب التربية الجدل والحوار. والجدل والحوار
على مراحل وأشكال، إما على طريقة الاستفهام، طرح الاستفهام على المدعو على المتربي هو في حقيقة أمره جدل وحوار. لماذا؟ لأنك حين تلقي الاستفهام تنتظر أن يجيب، أو ينتظر المتربي أن يجيب على هذا السؤال ولو في قرارة نفسه، أليس كذلك؟ يقول نعم في نفسه، أو يماحك ويجادل فيظل مشدودا بالداعي ومشدودا بالمربي بسبب إلقاء هذا الاستفهام. الحوار والجدل المباشر، الحوار والجدل المروي، يعني أن تأتي فتروي حوارا وجدلا بين شخصين. قال تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، رواه الله سبحانه وتعالى لنا للبيان والموعظة والتذكير. أمثلة ذلك، قال الله سبحانه وتعالى: سل بني إسرائيل، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. فهذا الاستفهام يحتاج إلى جواب. وقال تعالى في شأن الحوار والخطاب المروي: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. انظر الحوار. قال: تالله إن كدت لترديني، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. انظر هذا الحوار وهذه الاستفهامات كيف تشد السامع لكتاب الله سبحانه وتعالى، وأيضا تشد المستمع في حال إلقاء الخطيب لخطبته والمربي لتربيته ودعوته. وتعلمون حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في قصة جبريل، فإنه قد أتاه في صورة السائل، ولو شاء لأوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله سبحانه وتعالى يقول يا محمد قل لأمتك أن الإسلام هو كذا، وأن الإيمان هو كذا، وأن الإحسان هو كذا وكذا. ولكن احتجنا إلى التربية بالحوار، فجاء في صورة رجل في صورة أعرابي وأخذ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يجيب. المثال الأخير حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنصار الذي رواه أصحاب السير في كتب السيرة، وذلك في منصرف النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين، حين رجع فقسم الغنائم فحرص على إعطاء المؤلفة قلوبهم، ولم يعطي الأنصار الذين بذلوا من أموالهم ومن أنفسهم ومن أرواحهم. ثم جاء قوم لم يسلموا إلا من يوم أو يومين أو شهر أو شهرين فأعطاهم الأموال، فتكلم الأنصار والإنسان يبقى بشر. قالوا: كيف جهادنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأخذ هؤلاء الذين أسلموا حديثا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة: اجمع لي الناس، اجمع لي الأنصار. فجمعهم فقال: يا أيها الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها علي، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله، ضلالا فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف بين قلوبكم؟ جاء الجواب: بلى يا رسول الله، ولله ولرسوله المن والفضل. قال: أجيبوني يا معشر الأنصار. قالوا: وبماذا نجيبك يا رسول الله ولله المن والفضل؟ قال: أما والله لو شئتم فلقلتم فلصدقتم ولصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وعائلا فآسيناك. يا معشر الأنصار، أوجدتم علي في أنفسكم في لعاعة من الدنيا أعطيتها أقواما أتألفهم بها في إسلامهم ووكلتكم إلى إسلامكم؟ يا معشر الأنصار، ألا ترضون
أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى رحابكم؟ والله والذي نفسي بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. قال فبكى القوم. انظر تأثير التربية النبوية، تأثير واقع قريب. قال فبكى القوم حتى أخذلوا لحاهم وقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حظا وقسما. يذهب الناس بالشاة والبعير ونرجع بالمصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. رباهم بالاستفهام، رباهم بالحوار، رباهم بالجدل، حتى أبكاهم فأخذلوا لحاهم صلى الله عليه وسلم ورضي عن أصحابه أجمعين. سابعا التدرج وإمهال المتربي. سابعا من وسائل التربية التدرج في التربية وإمهال المتربي. بعض الناس إذا أسلم الكافر أتى له بالإسلام دفعة، وإذا تاب المذنب أتى بالطاعات الواجبة وعلمه بالمحرمات دفعة، وهذا ليس من المنهج الصحيح في تربية الناس. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها في الأثر الصحيح: نزل القرآن وهو يتكلم عن الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس نزل الحلال والحرام. انظر كيف رب الناس أولا على أساس إيماني. أحيي الإيمان في القلوب، فإذا أحييته في القلب ثم قلت هذا حرام قال نعم سمعت وأطعت، وإذا قلت هذا واجب قال نعم سمعت وأطعت. نزل القرآن وليس فيه إلا ذكر الجنة والنار، يعني ذكر أمور العقيدة، تربية الناس على الإيمان، حتى إذا ثاب الناس نزل الحلال والحرام. ولو قيل لهم لا تزنوا لزنوا، ولو قيل لهم لا تشربوا الخمر لشربوها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في مجموع الفتاوى في المجلد 20 الصفحة 60، يقول: ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يبلغ إلا ما أمكن علمه والعمل به، ولم تأتي الشريعة جملة، كما يقال: إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع. وكذلك المجدد لدين الله والمحيي لسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يبلغ إلا ما أمكن علمه والعمل به، كما أن الداخل للإسلام لا يمكن حين دخوله أن يلقن جميع الشرائع ويؤمر بجميع الدين. وكذلك الكلام كله لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكذلك التائب من الذنوب والمتعلم والمسترشد لا يمكن في أول الأمر أن يؤمر بجميع الدين ويذكر له جميع العلم، فإنه لا يطيق ذلك. لذلك وجب على الداعي والمربي أن يراعي هذا الجانب. ولكن هنا مسألة ذكرها أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: فرق بين الأمر بفعل الشيء، أن يقول مثلا لا اشرب الخمر، اشرب، يقول اشرب الخمر، لا افعل الزنا، فرق بين السكوت من جهة والإقرار والأمر من جهة أخرى. يعني أن تسكت عن الشيء أمر، وأن تقره وتأمر به أمر آخر. فإذا فهم منك أن هذا إقرار وأن هذا مباح وأن هذا جائز فلا بد من البيان. ولكن أصر سكوت، تدري أنه يشرب الخمر بعيدا عنك، تدري أنه يزني بعيدا عنك، تدري أنه يفعل ويفعل ويفعل بعيدا عنك، فلا يجب عليك، إذا كان قد أسلم حديثا لا يجب عليك أن تدعوه إلى هذا الأمر. إذا كان مثلا يفعل بعض المعاصي الظاهرة كبعض مظاهر السنة في الثياب أو اللحية مثلا، فلك أن تسكت عنه فترة حتى يتقوى الإيمان في قلبه ويقوى اليقين في فؤاده، ثم تأمره بعد ذلك وتنهاه. ثامنا الترغيب والترهيب. الترغيب والترهيب سواء كان ذلك في الكتاب والسنة
ترغب في الجنة وترهب من النار، ترغب في الطاعات وترهب من المعصية، ولا بدها هنا من إيجاد التوازن. فإن الرجاء والخوف كما قال أهل العلم كجناحي طائر، فإذا مال هكذا مال وإذا مال هكذا مال، فلا بد من جعلهما متوازيين متساويين حتى يسير المتربي في طريق مستقيم. الثاني الترغيب والترهيب في الواقع، ترهبه من طرق التربية أن تحذر الإنسان بالعواقب، أن ترهبه بالعقاب، أن ترغبه وتشجعه بأمر من أمور الدنيا، على خلاف بين أهل التربية الإسلامية في ذلك، في قضية التشجيع ومتى يكون، وهل التشجيع جائز بالمال أو غير جائز، هذا أمر فيه بحث. ولكن مما يعني لا شك فيه أنه أن التربية المتقدمة يعني للأطفال هي أمر مستحب ومشروع، فإنه تعويد لهم على هذا الأمر حتى يسيروا في هذا الطريق. تاسعا الأمثال، قال الله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. المتحدث إذا تحدث، والخطيب إذا خطب، والواعظ إذا وعظ، والداعي إذا دعا، ثم قرن ذلك بمثال، ما مثل ذلك إلا كمثل كذا وكذا، كان التأثير أعظم، وقبول الناس للشيء الممثل له أوقع. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى السوق والناس على كنفتيه، الناس لهم ضجيج وصخب على جانب الطريق في هذه الدنيا له، فمر النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فمر بجدي أسك شائل برجله جيفة، والأسك هو قصير الأذن، انظر كيف الاستغلال المثل. فحين مر النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال أيكم يشتري هذا بدرهم؟ قالوا يا رسول الله ليس لنا به حاجة فكيف نشتريه؟ قال ولو كان لكم يعني مجانا؟ قال يا رسول الله هو أسك، يقول هو جيفة، هو جيفة ندنة، فكيف وهو أسك؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للدنيا عند الله أهون عندكم من هذا، الدنيا عند الله سبحانه وتعالى أهون عندكم من هذا الجدي الأسك الشائر برجله. مثال يقرب الفكرة للأذهان فيوقعها في القلوب ثم تنطلق في الجوارح والسلوك. عاشرا وأخيرا التربية بالنظر والتفكر، قال الله سبحانه وتعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قال الله سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. آيات في النفس، في الكون، في الآفاق، في الأفلاك، في الحيوان، في النبات، في البحار، في كل حال من الأحوال، في كل هيئة من الهيئات. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة. تفكر، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت
وأنبتت من كل زوج بهيج. انظر كيف قادنا التفكر إلى أشياء مهمة وضرورية من أهداف التربية، ذلك يعني أطوار الخلق وأحوال النبات وأطوار خلق بني آدم، ذلك بأن الله هو الحق حقيقة تربوية، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. فإذا علمنا أن الله حق وأن الساعة حق وأن القبر حق وأن المرجع إلى الله، فهل تعصي هذه الجوارح؟ فهل تنظر هذه العين؟ فهل تسمع هذه الأذن؟ هذا الهدف الأول للتربية، وذاك الهدف الأخير للتربية. من وسائل التربية أيضا في مجال التفكر والنظر الربط بالأشياء الواقعية، ربط التفكر والنظر في الكتاب والسنة بالأشياء الواقعية بشرط ألا تكون متكلفة وأن تكون وفق الضوابط الشرعية ووفق أصول التفسير الذي أقره أهل العلم. أي لا بأس أن تأتي إلى آيات في التفكر ثم تربطها بحقائق علمية متفق عليها للتأثير في الناس. مثلا وأضرب مثال على هذه الآية التي بين أيدينا، قال الله سبحانه وتعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. يا إخوة، الربو والاهتزاز في الأرض عند نزول المطر عليها وإنباتها للنبات، هل نراه؟ هل ترى بعينك أن الأرض اهتزت وربت؟ لا، لو وقفت أمام النبات لحظات، ساعات، بل أيام حتى تنظر كيف حركة هذا النبات وهل هناك اهتزاز كما وصف الله سبحانه وتعالى وربو لما أدركته. لكن لو أضفت إلى هذا إلى هذه معلومة مثلا، وقد يخالفني بعضكم لكن هذا الذي أراه، لو أضفت إلى هذا معلومة وهي أن بعض العلماء أتى بجهاز تصوير أظن فيديو وصور به أرضا فلات، قفر ممحلة، ثم نزل عليها المطر ثم صورها أظن شهرا أو أقل أو أكثر وهي على هذه الحالة، يعني من أن نزل المطر إلى أن نبت النبات، ثم جاء وسرع الشريط حتى كان هذا الشهر في سويعات، قال: فشاهدت العجب العجاب وكأنني أقرأ هذه الآية، رأيت الأرض تهتز وتربو وترتفع أمامي كما وصف الله سبحانه وتعالى، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. الله سبحانه وتعالى يتحدث عن علمه سبحانه وتعالى، وقد يطلع الإنسان على بعض علم الله سبحانه وتعالى. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ثم قادهم هذا إلى الحقائق الإيمانية والحقائق التربوية. وقال الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، فماذا يقولون؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، إلى ما قادهم: سبحانك فقنا عذاب النار. هذا ما خلق عبث، معناه الخالق كذا، يعني حقائق ومقدمة على مقدمة حتى تحدث نتيجة. تربية عن طريق التفكر والنظر، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. النقطة الأخيرة: عواصف هوجاء أمام سفينة المربي، وهذه العواصف تأتي من داخل النفس ومن خارجها، فأما التي من داخلها فالاستعجال. جاء خباب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المستضعفون وهو متوسد على برد له في ظل الكعبة، فقالوا: يا رسول الله، وقد أصابهم الضر وأصابهم الجهد،
ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ قال: كان الرجل في من كان قبلكم يحفر له الحفرة فيوضع فيها ثم ينشر بمنشار الحديد ويمشط ما بين عظمه ولحمه لا يصده ذلك عن دين الله شيئا. والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. العجلة على قطف الثمرة والحصول عليها تؤدي بالإنسان إلى الإحباط وإلى الركون وإلى ترك التربية وترك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن ينبغي ألا يقودنا ذلك إلى ترك التقويم والمتابعة لأمور الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. بعض الناس إذا قلت له: يا أخي قوم دعوتك، قوم طريقتك، أعد النظر في المنهج الذي تدعو به الناس، فماذا يقول؟ يقول: إيش فيه المنهج يا أخي؟ إيش فيه طريقتي؟ قال: يا أخي الناس لا يستجيبون. قال: سبحان الله، ولكنكم قوم تستعجلون، ولكنكم قوم انتظر يا أخي، الأنبياء فعلوا، والنبي يأتي ومعه الرهط، والنبي يأتي ومعه الرجل، والنبي يأتي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. يا أخي ما ليش تستعجل يا أخي؟ فهذه النظرة عند بعض الدعاة وبعض المربين تؤدي بهم إلى ترك التقويم والمراجعة لمناهج الدعوة ولمناهج التربية ومناهج دعوة الناس وتربيتهم، فيؤدي ذلك إلى الإحباط. بسم الله الرحمن الرحيم. العوائق أو العواصف كثيرة، فمنها الاستعجال وقد مضى، ومنها اليأس، ومنها الفساد، ومنها العلمانية، ومنها مناهج التعليم. وأما اليأس فإنه داء وعاصفة إذا هبت في القلب جعلت هذا الداعية وهذا المربي يتهاوى في وسط الطريق وييأس من نهايته. وقد قال الله سبحانه وتعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم أمرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ثم جاء الكلام: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. يعني افعل ما شئت، إذا كنت قد يئست منهم أو استعجلت عليهم ماذا تريد أن تفعل؟ تحفر نفق في الأرض أو تبني سلم في السماء حتى تجمع الناس على هذا الهدى؟ قال الله: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. توبيخ عجيب من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فأين هذا من الدعاة، وأين الدعاة من هذا، وأين المربون منه؟ أن نعلم أن هدى الناس ليس علينا فعلى ما نيأس، وأن المطلوب منا بعد الحرص على هداية الناس واستقامتهم على الطريق وبراءة الذمة. وأين براءة الذمة ممن ييأس ويستطيل الطريق ويتباعد الدرب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. ثالثا: فساد المجتمع والتناقض العجيب
والفصام النكد بين بعض الوسائل والجهات ووسائل أخرى وجهات أخرى. فالمدرسة والمسجد وحلقات العلم وحلقات الذكر تربي وتهيئ الناس للاستقامة على هذا الدين. ثم يأتي الإعلام، هذا الشبح وهذا القمقم وهذا الجبار وهذا المارد، يخرج ليفسد عليك ما فعلته في سنين في ضحى واحد. المدرس يأتي وأمامه عشرات الطلاب بل مئات الطلاب الذين يدرسهم، ويغرس فيهم بعض المفاهيم، ثم يخرج إلى الفيديو ويخرج إلى التلفاز ليقول له الفيديو والتلفاز ليستهزئ الفيديو والتلفاز بما يفعله الأستاذ. أي مقارنة أيها الإخوة بين وسائل التأثير للمدرس وبين وسائل التأثير في الصوت والصورة التي يفعلها الفيديو والتلفزيون؟ أي مقارنة بين هذا المدرس وبين هذه الآلات؟ لذلك قام المكتب العربي للتربية في دول مجلس التعاون الخليجي بإصدار رسالة سماها ماذا يريد التربويون من الإعلاميين. يقولون في توصياتهم: ينبغي أن الإعلام في الوقت الحاضر وفي دول مجلس التعاون الخليجي أنه صار فناً وتاريخاً وتزجية للوقت، والمفترض أن يكون الإعلامي قبل أن يكون إعلامياً أن يكون مربياً. فإذا أراد الإعلامي أن يفسح مادة تلفزيونية، وإذا أراد الإعلامي أن يفسح مادة من مواد الفيديو، فإنه يرى العجب العجاب. يرى في الفيديو التعويد على الجنس، الأفلام التي من أولها إلى آخرها تعود الشباب على الفساد الأخلاقي، تعود الشباب على الاغتصاب، تعود الشباب على المخدرات، تعود الشباب على التمرد على الأسرة وعلى الوالدين، تعود البنت على التمرد على أبيها وعلى زوجها، تعود الشباب على العلاقات المحرمة وأنها علاقات صحيحة. الأفلام التي في التلفزيون، التلفزيون الإسلام قصدي التلفزيون المسلمين أو في الدول التي شعوبها شعوب مسلمة، هو تلفزيون في الغالب لا يدعي هو أنه لا يأتي بالفكرة المناقضة للتربية في صميم التمثيلية أو الفيلم، بمعنى أنه يأتي بفكرة الفيلم أو المسرحية أو التمثيلية من أولها إلى آخرها فكرة سامية، فكرة انتصار الخير على الشر، انتصار رجل الأمن على المجرمين، انتصار الرجل الصالح على الرجال الطالحين من أولها إلى آخرها. ولكن يقول هذا الإعلامي لابد من وجود بعض المشاهد التي تقرب إلى المستمع وإلى المشاهد، تقرب له الصورة، مشاهد العري، مشاهد الاختلاط، مشاهد الفساد. هذا أين؟ هذا في التلفزيون. أما الفيديو فقد أشرفت بنفسي على دراسات رسمية تحت إشراف دائرة حكومية على أفلام فيديو، فوجدت في بعض أفلامها من أوله إلى آخره قصة ثلاث شباب صايعين يتعرضون للبنات من أوله إلى آخره، ما في قصة انتصار خير ولا انتصار شر كما يزعمون، رغم أن هذه فكرة شيطانية وفكرة طاغوتية. أما الفيديو فليس هناك شيء محرم عليه، والأشرطة المفسوحة فيها من العجب العجاب ما لا يقل عن الأشرطة غير المفسوحة. فأي تربية نرجوها يا إخوة في هذا المجتمع؟ وأي تربية نرجوها من طفل صغير لا يتجاوز 12 سنة ومسك به في الشارع: تعال يا الولد الحبيب، نعم هذا الممثل الهندي ما أدري إيش سماه فلان الفلاني الشريط قال لي أنا.
وبنت صغيرة عمرها 12 إلى 10 سنوات سمعتها بأذني تقول لي لابن جارها أعطني فيلم كذا وكذا بلغة إنجليزية عجيبة أسهر عليه الليلة أسهر عليه الليلة. ماذا تفعل أيها المدرس المسكين، أيها المربي الحبيب، ماذا تفعل أمام هذا السيل الجارف؟ تقول الكلمة والكلمات والدروس والعام الدراسي وحلقات العلم والمسجد وفي كل مكان، ثم يهدمها الفيديو والتلفزيون بمشهد واحد، بمشهد واحد، عاصفة هوجاء أمام المربي تهدد حياة المربي نفسه، فضلا عن المدعوين والمربين. إذن كان لزاما علينا أن نزيل هذا الفصام النكد بين التربية والإعلام. وفي نفس هذا التقرير يقول باحث استرالي أن الطبيب، ليس الطبيب النفسي، الطبيب العضوي، طبيب الأعضاء، ينبغي قبل أن يكون طبيبا أن يكون مربيا، قبل أن يكون طبيبا أن يكون مربيا، لأن المريض يحتاج إلى عناية نفسية، إلى رعاية. المريض يا أخي إذا قلت له كل كذا ولا تأكل كذا، لعله إذا فعلت كذا وكذا أصابك كذا، أو إذا جاء يسأل عن مرضه قال جاءك العرض الفلاني والحالة الفلاني، ثم أكثر عليه الأسئلة وعرض الحالات، المريض على طول يرتاح راحة تامة لقدرة هذا الطبيب العجيبة على معرفة هذا المرض. وكثير من الأطباء يستطيعون أن يفعلوا هذا الشيء ولكنهم لا يفعلونه. يقول هذا الأسترالي، الطبيب الأسترالي، يقول ينبغي للطبيب أن يكون مربيا قبل أن يكون طبيبا. قال الباحث في نفس التوصيات في هذا المؤتمر، قال فكذلك الإعلامي ينبغي أن يكون مربيا قبل أن يكون إعلاميا. فهل هذا الشخص الذي أذن وفسح لهذه المواد المستهجنة، المواد التي تنسف التربية من أساسها، هل هو مربي؟ لا، هذا فنان، ولكنه فنان ليس من الفن، فنان على الطريقة الأخرى التي يعرفها أهل اللغة العربية. العلمانية عاصفة أخرى، الفصل بين الدين وبين الحياة، الدين شيء والحياة شيء آخر، فيعيش المدعو ويعيش المتربي في حالة فصام أيضا، في حالة فصام عجيبة. الناس في شيء، هذا الدين له مثل وله قيم وله أحوال، وهذه الدنيا لها مثل ولها قيم ولها أحوال، ولا ينبغي أن يختلط هذا بهذا وأن يختلط هذا بذاك، وهذا أيضا يؤدي به إلى الانحراف والشذوذ. خامسا وأخيرا، مناهج التعليم. وقد بلغني عن بعض مناهج الأدب في بعض الجامعات أنها تربي على الفساد وتذكر المعاكسات وقصص الشباب، بل في المناهج التربوية النسوية. وقد زودني بعض الإخوان والأخوات بنسخ من هذه المناهج، وإذا تجاوزت حدود هذا البلد وجدت من ذلك العجب العجاب في العالم الإسلامي. مناهج التعليم التي تحارب الدين محاربة، محاربة صريحة علنا لا لبس فيها ولا غموض، هذه عواصف مؤثرة وجهات رسمية ترعى مثل هذا الأمر، لا شك أنها تؤثر في مسيرة التربية وفي وضع سفينة المربي. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والعافية والسداد، وأن يوفقنا لصالح القول والعمل، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله الشيخ سليمان خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في موازين حسناته يوم القيامة. والآن مع دور الأسئلة، وهي كثيرة ولكن نقتصر على بعضها والمهم والذي يدور حول موضوع هذه المحاضرة. أسئلة كثيرة تدور أو تطلب من الشيخ كلمة توجيهية للمربين والمدرسين في هذه الفترة الحالية مع كثرة الفتن وغيرها. بسم الله الرحمن الرحيم،
يعني ليس عندي أن أقول شيئا غير ما تحدثت به من النزر القليل عما عن بعض وأقل القليل مما نحتاج إليه في التربية، إلا أن أوصيهم بتقوى الله سبحانه وتعالى والحرص على هذا النش. الأمر الثاني أن يقوموا بإعداد التقارير ورفعها للمسؤولين. من المدرسين قال أنني لا أفعل شيئا أمام الإعلام، أنني لا أفعل شيئا أمام كذا وكذا، وأعد التقارير المفصلة المبنية على أشياء أدلة شرعية وأمور علمية وأمور تربوية ثم رفعها للمسؤولين. هذا دور مهم ينبغي لنا أن نمارسه جميعا، وهي رفع النصيحة في كل وقت وفي كل حال. الله أعلم. وأيضا كثير من الأسئلة تطلب الكتب التي تكلمت في هذا الموضوع، موضوع المحاضرة، فبعض الكتب يرغب في الإخوان في معرفتها أو عناوين فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. فيه كتاب التربية الإسلامية أسسها وأساليبها لأستاذنا الدكتور عبد الرحمن النحلاوي، فهو كتاب لطيف حشد فيه حشدا طيبا جدا جدا من النصوص الشرعية، الآيات والأحاديث ومنهج القرآن الكريم والسنة المطهرة في التربية. وفي أيضا كتاب معالم في التربية للأستاذ محمد قطب، وفيه كتاب الأسرة المسلمة أمام الفيديو والتلفزيون، وكذلك كتاب منهج في التربية والتعليم للأستاذ أبي الأعلى المودودي، وكتب كثيرة تزخر بها المكتبة الإسلامية. نعم. سؤال يقول: لقد تعددت مناهج التربية الإسلامية في العالم الإسلامي، فمنها الذي هو على المنهج الرباني، ومنها ما هو قريب منها، ومنها ما هو أبعد. السؤال: ألا ترى يا شيخنا أن هذا الأمر له أثر في مسيرة المجتمعات بشكل عام والشباب بشكل خاص، وأثر هذا على طريق الهداية والاستقامة على هذا الدين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أقول: لا شك أن تعدد مناهج التعليم والاختلاف المتناقض بينها، فمن مشرق ومغرب، لا شك أنه من المؤثرات. ولو أردنا أن نتحدث عن دور مناهج التعليم والتربية في التأثير على التعليم وعلى التربية لاحتجنا في هذا إلى محاضرات، ولكن حقا جعلتها كإشارة لننطلق منها إلى عالمها الواسع. ولا شك أن العالم الإسلامي يزخر بأنواع من المتناقضات في مجال التربية والتعليم في داخل التربية والتعليم نفسها، نحتاج إلى علاجها بالوسائل طويلة النفس. نعم. سؤال يقول: ما هو دور الغزو الفكري على التربية، تربية الأطفال خاصة وتربية الشباب عامة؟ الغزو الفكري الذي يبث عن طريق وسائل الإعلام بمختلف أشكالها ومختلف صورها لا شك أنه من المؤثرات العظيمة على التربية، وتحتاج من المربين إلى متابعة واعية لكل ما يصدر ولكل ما يطرح في وسائل الإعلام ووسائل الرصد الفكري، يحتاج منهم إلى متابعة دائمة حتى يبقى النش بعد عون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه يبقى بعيدا عن تأثير هذه الأفكار وهذه التيارات. وموضوع هذه الكلمة وموضوع هذه الكتب التي تدرس التربية وتدرس التعليم هي في المحافظة على النش من هذه الأفكار وهذه المعتقدات الوافدة. نعم. جزاك الله خيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجزي الشيخ سليمان خير الجزاء على هذه المحاضرة. وفي الختام ننبه تنبيه أنه يسر مركز الدعوة الإرشاد بالدمام أن يدعوكم لحضور المحاضرة التي سيلقيها فضيلة الشيخ حمد بن محمد الزيدان، والتي هي بعنوان الثبات على دين الله، وذلك في يوم الأحد الموافق 12/11/1411 في جامع الرحمة بالثقبة بعد صلاة المغرب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات ابن الجوزي بالدمام. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط،
وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بمقطع من الشريط رقم 9719. وهذا محمد صلى الله عليه وسلم أسلم معه ناس كثيرون جدا، ولكن كان معه طائفة من المؤمنين تتلقى دائما وتتربى دائما، والتربية للجميع، فالمقل والمستكثر ومنهم مقبل ناهل من هذا المعين الذي لا ينضب، ومنهم منشغل بأمور أو بعيد في قبيلة أو بلد لا يستطيع أن يكون معه صلى الله عليه وسلم دائما، ولكن كان عليه الصلاة والسلام ينتهز كل طريقة في تربية أصحابه. إننا نعلم أن عدد الصحابة رضوان الله عليهم يقارب 124,000 صحابي، كما ذكره الحافظ رحمه الله في كتابه الإصابة، من الذين حجوا معه صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع. ولكن كان من هذا العدد الكبير طائفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تتلقى التربية أولا بأول، كانوا معه من القديم عندما كان في مكة، وهاجروا معه والتف معه الأنصار، وكان منهم من خرج معه في غزواته وشهد المشاهد كلها أو بعضها، واشترك في الجهود العظيمة للدفاع عن الإسلام ونشر الدعوة، وكان منهم العلماء والقادة العسكريون وأولو الحل والعقد والرأي في أول هذه الأمة. وكان صلى الله عليه وسلم ينتهز المناسبات، فإذا جاءه رجل يسأله عن أحب الأعمال قال تارة لشخص الإيمان بالله، وقال تارة لآخر بر الوالدين، وقال تارة لثالث الصلاة على وقتها، وهكذا وهكذا، يعطي كل شخص بحسبه ويربي كل إنسان بما يحتاج إليه. وهذا يقول له أوصني فيقول لا تغضب، وهذا يطلب الوصية فيقول لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، وهكذا يتعهد كل واحد من أصحابه بما يحتاج، وينتهز المناسبات والأحداث، فيمر على جدي أسك قد تركه أهله مما أصابه من الموت والعفن، فيعلمهم به مفهوما مهما، ويمثل لهم تمثيلا بليغا صلى الله عليه وسلم. ولما وزع الغنائم في غزوة حنين فنال مسلمة الفتح ما نالهم من الغنائم العظيمة 100 من الإبل. وهؤلاء الأنصار لم تنشف سيوفهم بعد، لم تجف من دماء الكفار لما فتحوا مكة، ولما قاتلوا في حنين لم يأخذوا شيئا. فينتهز عليه الصلاة والسلام هذا التأثر الذي حصل من بعضهم ليجمعهم ويلقي فيهم موعظة بليغة، يعلمهم ويذكرهم وينصحهم صلى الله عليه وسلم ويعظهم، حتى بكوا من التأثر ورجعوا معه قائلين رضينا برسول الله حظا وقسما. وهكذا كان مع أصحابه يعلم جاهلهم ويرشد من يحتاج إلى إرشاد، ويثبت الذي يحتاج إلى تثبيت، يأتيه خباب وهو مستظل بظل الكعبة فيقول ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو عليه من أخبار السابقين وما ينبغي أن يكون عليه هؤلاء الناس من الثبات والصلابة في المواقف. فكانت تربيته عليه الصلاة والسلام مثالاً يحتذى لكل أحد من الناس يريد أن يسلك النهج النبوي في التربية الإسلامية. ثالثاً، إن هذه التربية الإسلامية هي نهج الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن تبعهم بإحسان في سائر طبقات هذه الأمة، فقد كانوا يتعاهدون أصحابهم بمزيد من التربية والعناية لأهداف إسلامية يعلموها علم اليقين، ويعلمون أن الأمة تحتاج إلى هؤلاء الذين تربوا على هذا المنهاج السديد. لقد كان لكل صحابي طائفة من تلامذته يختصهم بمزيد من العناية. لقد انتهى الدين والفقه والعلم في الأمة إلى 4 أشخاص: عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في العراق، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما في المدينة، وعبد الله بن عباس في مكة. كان لكل واحد من هؤلاء 4 تلامذة يختصهم
بعلم وتربية زائدة عما يعطيه لسائر الناس. ولذلك ترى من تلامذة ابن مسعود مثلا علقمة والأسود ومسروق والربيع بن خثيم وهكذا، وترى من تلامذة عبد الله بن عمر ثابت البناني وجبير بن نفير وخالد بن كيسان وغيرهم، وترى من تلامذة زيد بن ثابت قبيصة بن ذؤيب وأبان بن عثمان والقاسم بن محمد وغيرهم، وترى من تلامذة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كريب وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير ومجاهد وأبو العالية وأبو صالح باذام والشعبي والحسن وابن سيرين والضحاك وابن أبي مليكة وغيرهم. فقد كانت هذه هي طريقتهم رضوان الله تعالى عليهم في انتقاء هؤلاء الطلبة الأفذاذ النجباء وتخصيصهم بمزيد من العلم والتفقيه والتربية. وكان التلميذ يعيش مع شيخه فيقتبس من حسن أخلاقه وشدة عبادته وكثرتها لله تعالى وإحسانه في التعليم، ويقتبس من علمه أشياء كثيرة جدا، وهكذا علموها لمن بعدهم، ومن بعدهم كان لهم تلامذة وأتباع وهكذا. وكان للإمام أحمد وغيره وشيخ الإسلام ابن تيمية كان له جماعة من أصحابه يأمر معهم بالمعروف وينهى معهم عن المنكر، وهذا تلميذه وخاصته من بينهم شيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمه الله يسير على نهج شيخه. فترى هذه البذرة، فترى هذه الثمرة من تلك البذرة التي تعهدها ذلك المربي فسقاها بماء الشرع، فسقاها بماء الشرع وحاطها بعناية الإسلام بعناية إسلامية فائقة، فهذه الغرسة نبتت وآتت أكلها وثمارها كل حين بإذن ربها. وهذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذا العصر كان له أتباع وجند مؤمنون نصر بهم الحق وأخرج الناس بهم من عبادة الأوثان والجاهلية الأخرى التي طبقت الجزيرة في وقته إلى أنوار التوحيد. ومن الأسباب الداعية إلى التربية أيضا أن نقول رابعا: الإسلام دين عظيم يحتاج إلى شخصيات عظيمة لحمله ونشره، شخصيات تملك فقها في الدين وثقافات حتى في أمور الجاهليات الأخرى، لأن من لا يعرف الجاهلية لا يمكن أن يسير في الإسلام سيراً حسناً. لا بد أن يكون هناك أشخاص يحملون هذا الدين، وهذا الدين متين لكنهم يحملونه بفقههم وما أتاهم الله من قوة يسخرونها من أجل الاستمساك بهذا الدين، فقه للواقع وحاضر العالم الإسلامي والتيارات المنحرفة المؤثرة وغيرها، يتمتعون بصبر واحتمال وطاعة لله وتجرد وثبات على المنهج وثقة به وتضحية من أجله، يتمتعون بقدرة على الإدارة والتخطيط والتنسيق والانتقاء ومعرفة الطاقات وتشخيص أمراض الأمة والقدرة على علاجها. هؤلاء الذين لهم علم بطبائع الناس وكيفية جذبهم إلى طريق الحق، هؤلاء الناس لا يمكن إعدادهم إلا بتربية من أجل هذا الدين ومن أجل أنه متين وأنه عظيم، لا بد من عظماء يحملونه، فلا يحمله السفهاء ولا يحمله الدهماء ولا العامة، وإنما يحمله قلة توقظ الموقف. ونقول خامساً: إن التربية مهمة في اكتساب التصورات التي يجب على الفرد المسلم أن يحملها، مفهوم لا إله إلا الله وأهمية التوحيد وأنواعه والولاء والبراء ومفهوم العبادة والتغيير للترقيع والموقف في الغربة وتميز المسلم والالتزام بالسنة والاستعلاء والاعتزاز بهذا الدين والعلم الشرعي وكيفية التفقه فيه وجنسية المسلم عقيدته.